كنا انا ورفقاتي قاعدين عم نلعب بالحارق اللي ضرب الطيران الروسي، وانا تصاوبت وانشليت ورفقاتي نصهم استشهدوا ونصهم تصاوبوا. يعني بهالوقت صرت روح على مركز للتعالج تبع مصابين، وتعرفت هنيك على ايهام وصرنا اصدقاء من وقتنا، وصرنا نروح سوا ونجي سوا. وأنا الحضارة الإنسانية على ممر الوصول. أتمنى لي أنا كمان أطلع دكتورة ومهندس كمان مشان نساعد العالم مثل ما ساعدوا نساعده. أنا بوجه رسالة لكل العالم إنه لو تصابوا أو لو انبتروا أو شو ما صار لهم إنه يكملوا بالدراسة.